Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest. This uprising defies any definitions. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية. انت بتسجل ولا بتعمل ايه بالظبط؟ خليني احكي لك القصة ابتدت ازاي؟ ابتدت لما شوية شباب جدعان عشان يحاربوا الظلم والفساد والفقر. ميدان التحرير! أنا قابلت مجدي عاشور في الميدان. مجدي عاشور هو أحد أعضاء الإخوان المسلمين. كنت في يوم من الأيام أتوقع إن نقف في ميدان التحرير متضامنين كلنا مع بعض؟ كان بالنسبة لي تبقى صعبة. لو آخر نقطة دم طلعت مننا إخوات مسلحة مش هيطلع طلقة فيهم. والرجاء اللي معاه حاجة يلمها خمس دقايق ولا حاجة تكون على الله. الجيش خان الصوت. We did all of this in order just to remove him and put someone exactly like him in his place. لأن هي طبعا حكايتنا محدش بيحكيها غيرنا احنا. هيقول لي دي في حرب في الميدان دي مش صورة لا. The army has killed us, has tortured us, and the people out there know that. عاملين زي صفقة مع الجيش. هو السيد محمد مرسي عيسى العياط. عارف عمران دي؟ أنا بحبه لكن بكره جماعة الإخوان المسلمين. حق الإخوان يقفوا مع المجلس العسكري، المجلس العسكري اللي قتل شعبه، خدوا الميدان واعملوا اللي أنتوا عايزينه والثورة جاية غصب عن أي حد. خلاص 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 خل